الرقي برجال التعليم على المستوى الرياضي وبالذات في كرة القدم، وما حدا بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمدينة العيون لتنظيم دوري في كرة القدم في نسخته الثانية، والذي جرت أطواره في أجواء رياضية بين المتعلمين والأساتذة. المباراة النهائية الخاصة برجال التعليم جرت بين ثانوية المرسى وثانوية المصلى، واستطاع خلالها فريق المرسى أن يسيطر على مجريات هذا الدوري ليفوز بالنسخة الثانية على التوالي. المباريات النهائية جرت بالقاعة المغطاة العودة ومرت في أجواء جيدة، حيث استطاع رجال التعليم أن يبرزوا مهارتهم الكروية أمام الجمهور الحاضر. إذن نجاح عرفته هذه التظاهرة الكبرى المنظمة بالعيون من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، التي استطاعت من خلال هذا الدوري إرسال رسائل مهمة مفادها أن العقل السليم في الجسم السليم. نشكر جميع الفرق اللي شاركوا في هذا اللقاء أو في هذه البطولة عموما. كنهنا الدراري بهذه المقابلة بهذه البطولة اللي تحققت على السنة الثانية على التوالي. نتمنى ان شاء الله مستقبل زاهر لهذه المقتصديه اللي كانت بدايتها بدايه جيده ان شاء الله. نتمنى لها التوفيق في مستقبل الايام ان شاء الله. الحمد لله، يعني وصلنا لهذا الدور بعد واحد المجهود، واللاعبين مشكورين على هذا الاداء هذا، وكنشكروا حتى الطاقم اللي رافقنا من الاداريين اللي عاونونا بزاف، كنشكرهم بزاف، وكنشكروا ايضا مؤسسه الاعمال الاجتماعيه اللي خلات اللي دارت هذه المبادره باش اننا نتجمعوا هنا ونحسوا اننا اسره واحده. الحمد لله الدوري داز في ظروف جد جيده، تنظيم محكم. نتمنوا ان هذه المبادرات تستمروا ماشي فقط في كره القدم، في مناسبات اخرى، ونحاول حتى احنا بانجاح هذه المبادرات. في اطار تنشيط الحركه الرياضيه بالمؤسسات التعليميه، قامت مؤسسه الاعمال الاجتماعيه بدوري مؤسسات التعليميه. هذا الدوري اللي عرف واحد منافسه شريفه وعرف واحد الروح رياضيه بين المؤسسات التعليميه. الهدف هو خلق واحد الجو رياضي داخل رجال التعليم، وكذلك خلق واحد التعارف فيما بينهم، وكذلك في اطار تنشيط الحركه الرياضيه بالمؤسسات التعليميه. اسدل الستار على فعاليه النسخه الثانيه للدوري المؤسسات التعليميه بالعيون بتوزيع الجوائز والشواهد التقديريه وكذا الميداليات للفائزين والمتوجين في هذا الحدث الرياضي.